اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين متابعه على الاخر واهم الاخبار والمستجدات من الصحف المحليه الصادره صباح اليوم. بيشرفنا النهارده مشاركتنا قراءه الاخبار الاستاذ محمد عبد الناصر، مدير تحرير جريده الدستور. اهلا بيك يا استاذ محمد، صباح الخير. اهلا بحضرتك استاذ محمد. خلينا نتابع من الدستور، وطبعا منشط يمكن رئيسي في معظم الصحف الصادره صباح اليوم عن مجلس الامن القومي واجتماعه امبارح اللي ترأسه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان وسمعنا من خلاله تصريحات مهمه جدا كمان لوزير الخارجيه الامريكي خلال لقائه مع الرئيس السيسي. الرئيس السيسي لوزير الخارجيه الامريكي: رد الفعل الاسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس الى العقاب الجماعي، وامن مصر وتصفيه القضيه الفلسطينيه والتهجير خط احمر. بالإضافة كمان إلى أنه الرئيس السيسي أشار إلى أنه اللي حصل أو اللي بيحصل من بداية اندلاع الأحداث كان كبير وصعب، وأنه مصر طبعا بتدين ما يحدث من جيش الاحتلال. بالإضافة لكده، وده نقطة في غاية الأهمية، أنه الرئيس دعا لاستضافة قمة إقليمية دولية لمناقشة التطورات. وزي ما حضرتك ذكرت كده بالظبط، اللي حصل امبارح استمرار لمسلسل التحركات المصرية المهمة اللي بتأكد على الرؤية المصرية تجاه القضية الفلسطينية على مدار تقريبا 10 أيام منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وشايفين التحركات المصرية المستمرة، الاتصالات الثنائية اللي بيجريها السيد الرئيس أو بيتلقاها، كمان اللقاءات الثنائية اللي بتتم على أرض مصر، والتأكيد دايما على الرؤية المصرية لحل القضية الفلسطينية. امبارح كان في حدثين مهمين في مصر خاصين بالقضية الفلسطينية. الحدث الأول اجتماع مجلس الأمن القومي زي ما حضرتك ذكرتي، والحديث فيه عن 6 قرارات مهمين صدروا منه، تأكيد على ان ما فيش حل للقضيه الفلسطينيه الا بحل الدولتين اكيد، والرؤيه المصريه الثابته والتاريخيه لهذه القضيه. النقطه الثانيه والاهم، الامن القومي المصري رسمنا خط احمر جديد. مجلس الامن القومي اعلنه امبارح، امن القومي المصري خط احمر ولا تهاون في حمايته. ما فيش تهاون خالص في النقطه دي، لان سمعنا كتير حوالين تصفيه القضيه الفلسطينيه، لا هنرحل اهل غزه نجيبهم سينا، فنقط كتير متعلقه بالامن القومي المصري. فمجلس الامن القومي المصري امبارح قفل الموضوع ده. النقطة الأهم كمان هي استعداد مصر لاستضافة قمة دولية لبحث المستجدات ونوصل لعملية سلام. يعني هنوصل لعملية سلام من خلال اللي احنا نحل الدولتين والأمور تستقر ويحصل استقرار في منطقة الشرق الأوسط. على التوازي من ده أو بعد ده، مباشرة تم لقاء مهم جدا ما بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي، وده في إطار جولة مهمة بيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة. شفنا زيارة لإسرائيل، شفنا الأردن، شفنا السعودية، قطر وغيره. الحقيقه الرئيس السيسي امبارح في التصريحات اللي شفناها في اللقاء مع وزير الخارجيه الامريكي تصريحات في غايه الاهميه، اتكلم على فكره ان اللي بيحصل ده مش مجرد دفاع عن النفس، اللي بيحصل ده تجاوز ده وعقاب جماعي لاهلنا في غزه، وده حقيقي اللي بيحصل، وده فعلا اللي احنا بنشوفه، وده تصريح كاشف. يعني لما اجي اتكلم على تصريح الرئيس السيسي تحديدا ده في اللقاء، لا تصريح كاشف لكل المزاعم وكل الادعاءات اللي بيروجها الاحتلال الاسرائيلي ومناصري في الغرب، لان احنا شايفين طبعا وجهات النظر الغربيه للاسف يعني اللي بتجيل من مكيالين لما نيجي نتكلم على الحرب في اوكرانيا او الحرب على اشقائنا في غزه. فتصريح كاشف عن دفاع النفس، عن ايه اللي انتوا بتتكلموا عنه في ظل حصار متكامل لمده 10 ايام لمدنيين، استهداف اطفال وسيدات وحصار من المياه والطعام والدواء والادويه، يعني كافة الانتهاكات بنشوفها يوميا على وسائل الإعلام معمولة في قطاع غزة. الرئيس كمان اتكلم امبارح في بلغة الأرقام، لو انت بتتكلم على استهداف مدنيين، تعال اقول لك بلغة الأرقام، على مدار 5 جولات صراع ما بين الاحتلال الإسرائيلي والأشقاء في فلسطين، تعال اقول لك الخسائر من هنا والخسائر من هنا على مدار 5 جولات. احنا بنتكلم في 12,500 فلسطيني ماتوا شهداء في خلال 5 جولات، مقابل ايه؟ مقابل 2700 واحد اسرائيلي. فحتى لو انت بتروج لفكره المدنيين لغه الارقام ما بتكذبش، وادي الارقام قدامك، هو الرئيس قال الارقام دي دقيقه ومنشوره وممكن تطلعوا عليها. اتكلم في نقطه كمان لان هم برضو بيروجوا ليها، وهي فكره ان اليهود مضطهدين وان اليهود، فالرئيس قال له انا نشات اصلا في حي ومفيش اي مشكله، بل بالعكس بالظبط، بل بالعكس اليهود اتعرضوا لاضطهاد في اوروبا، مش في البلاد العربيه. وخاصة دي نقطة مهمة جدا لما تتقلب بلينكن، لأن بلينكن في أول زيارة ليه في جولته اللي بدأها مؤخرا في إسرائيل، أول ما راح لهم أنا يهودي وأبويا يهودي وعيلتي يهودية وعانينا من الهولوكوست، فبيصدر دايما صورة صورة المعاناة لكنها في الخارج مش عندنا خالص، بالظبط ده مش عندنا، أنتوا اليهود عانوا في أوروبا مش في الدول العربية. فلقاء مهم جدا،
اكد على الرؤيه المصريه التاريخيه الثابته الراسخه تجاه القضيه الفلسطينيه، واتكلم كمان في نقطه المساعدات، وده الدور اللي بتلعبه مصر المهم جدا خلال الفتره اللي فاتت، قصه المساعدات. شفنا قافله التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، من اقوى المواقف العربيه الحقيقه خلال ده حقيقي. مطار العريش مفتوح باستمرار لاستقبال كل المساعدات الدوليه اللي جايه من الدول الاخرى او حتى المنظمات الدوليه وصلت، وان شاء الله باذن الله يعني في انباء عن فتح معبر رفح قريبا باذن الله ان شاء الله بالجهود المصريه بالتاكيد. الدور المصري مهم جدا في القضيه الفلسطينيه، والعالم كله يعلم ان لا حل ولا وقف للعدوان والصراع القائم في فلسطين الا بالتدخل المصري. حقيقة. نروح بقى للداخل المصري والوطن، وصفحة 5 ملف خاص حياة كريمة، 1201 مشروع بتكلفة 15.1 مليار جنيه، طفرة كبرى في القرى والنجوع، خدمات لأول مرة في عامين، 20 مجمع خدمات زراعية بتكلفة 125 مليون جنيه، 1350 مشروع لمد وتدعيم شبكات ومحطات مياه الشرب، وتطوير 126 شبكة ومحاول كهربائي ب 5 مليار جنيه، 251 مشروع تعزيز مرافق الصرف الصحي و7 مليارات جنيه. الحقيقة بنتكلم في أرقام كتيرة جدا، خلينا نستعرض بعضها، وخصوصا لما بنتكلم على حياة كريمة دايما بنتكلم على الإنجاز شمالا وجنوبا وشرقا وغربا من كل كفور ونجوع مصر. النهاردة بنتكلم عليها من خلال محافظة الفيوم. الحقيقة لما نيجي نتكلم على مشروع حياة كريمة بشكل عام، مشروع حياة كريمة نقدر نقول عليه مشروع القرن، مشروع القرن فعلا، لأن احنا بنتكلم على مشروع بيغير حياة أكتر من نص المصريين، أكتر من 60 مليون مصري بيتم تغيير حياتهم عن طريق مشروع حياة كريمة. فنقدر نقول عليه مشروع القرن، بجانب اللي احنا فعلا لو الدولة المصرية، دي كلمة قالها رئيس الوزراء في مؤتمر حكاية وطن خلال استعراض ما تم، فقال احنا لو ما عملناش أي حاجة غير حياة كريمة فهذا يكفي، يعني نفخر بهذا. فاحنا بنتكلم على مشروع مهم جدا، مشروع الوطن حياة كريمة، استثمار حقيقي في البشر وفي الحجر. أنا بعمل تنمية في الكرة، في النجوع، في كافة المحافظات زي ما حضرتك قلت شمالا وشرقا وغرب، كل المحافظات شغال فيها التنمية، وبقدر أعمل من خلالها استثمار حقيقي في المواطنين الموجودين هناك، وكمان بقدر أعمل بنية تحتية أساسية. لما نيجي نتكلم على المشروعات اللي موجودة هناك والكم الهائل من المشروعات، مثلا على سبيل المثال في محافظة الفيوم اللي احنا بنتكلم في 1200 أكتر من 1200 مشروع وتكلفة 15 مليار جنيه، فاحنا بنتكلم على المشروعات دي مهمه جدا وبتساعد الناس فيها. المشروعات دي لما اعملها جوه الكرة هناك ده يقلل بطاله. مين اللي بيشتغل في المشروعات دي؟ اللي بيشتغل في المشروعات دي اهل الكرة دي والشباب اللي موجودين هناك، فده بيقلل من البطاله، بيقضي على الفقر بنسبه كبيره، بقلل من هجره الناس اللي موجوده هناك بدل ما تيجي القدر والتكدس والزحمه، لا وهم اوريدي شغالين هناك، بسد الفجوات التنمويه اللي ما بين الحضر والريف، فبقدر الدنيا تبقى معدلات طبيعيه. مشروعات مهمه كمان بتحصل هناك للسيدات. فلما نيجي نتكلم على المرأة المعيلة وغيره من المشروعات اللي بتتم، فأنا برضو بعمل تمكين اقتصادي للسيدات، بشتغل كمان على التوعية، يعني مش مجرد اللي أنا بجدد مبنى أو بدخل صرف صحي أو كده وبسيب المواطنين، لا أنا شغال توعية باستمرار. فهو الحقيقة مشروع متكامل، مشروع القرن فعلا هو مشروع القومي حياة كريمة، وإن شاء الله يعني نبدأ المرحلة الثانية والثالثة، وإن شاء الله نشوف التغيير في كل محافظات مصر. الختام من اليوم السابع، نواب يوافق نهائيا على علاوة غلاء المعيشة وحد الإعفاء الضريبي ومنحة المعاشات، القوانين الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم برامج الحماية الاجتماعية. طبعا غلاء او علاوه غلاء المعيشه الاستثنائيه من 300 جنيه ل 600 جنيه، برضو اصحاب المعاشات منحه استثنائيه 300 جنيه، حد الاعفاء الضريبي لو بنتكلم مثلا على بعض الشرائح الاعفاء هيكون 30,000 جنيه سنويا بدلا من 21,000 جنيه سنويا. اهميه اصدار مثل هذه القرارات والاعفاءات والعلاوات خاصه للفئات الاكثر احتياجا او محدودي الدخل. بصي حضرتك مفيش شك ان احنا في ازمه اقتصاديه طاحنه عالميه، وبالتالي ليها تبعات وليها تاثيرات على الدوله المصريه، بعض الفئات بتعاني منها او كلنا تقريبا بنعاني منها. فلما يجي الدوله تتدخل ببرامج حمايه اجتماعيه وتصدر قرارات باستمرار لزياده العلاوات وزياده المعاشات وغيره من القرارات اللي قالها الرئيس خلال الفتره اللي فاتت، البرلمان المصري كان اجازه عشان يقدر نصدر علاوات، زياده في العلاوات او زياده في المعاشات، كل ده بيتم عن طريق تعديلات تشريعيه. الفتره اللي فاتت كان مجلس النواب الاجازه ما بين دوري الانعقاد، رجع مجلس النواب، ودلاله مهمه جدا ان اول مشروع قانون يناقشه مجلس النواب بعد العوده من الاجازه هو مشروع القانون، فده يدل على ان
الدولة مهتمة جدا بمحدود الدخل ومهتمة جدا بتوفير برامج الحماية الاجتماعية المختلفة. امبارح مجلس النواب وافق على مشروع قانون تقريبا التكلفة السنوية بتاعته الخاصة بزيادة المعاشات وزيادة علاوة الغلاء بنتكلم في 18.5 مليار جنيه سنويا. قصة زيادة حد الإعفاء الضريبي من 30,000 جنيه بدل ما 21,000 جنيه نقطة مهمة جدا وهتفرق مع ناس كتير. فالحقيقة قرارات مهمة وفي يعني مزيد من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية برضو هتكون في إطار تعديلات تشريعية معروضة على مجلس النواب امبارح. وما إننا جبنا سيرة مجلس النواب فإحنا الأمانة امبارح كان جلسة تاريخية لمجلس النواب. جلسة تاريخية كل النواب موجودين امبارح، كل النواب رافعين علم مصر. كلمة تاريخية ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي عن القضية الفلسطينية ووجه 7 رسائل حوالين الدور المصري وحوالين الأمن القومي المصري. امبارح كانت جلسة تاريخية يعني بمعنى الكلمة فيما يخص حماية الأمن القومي وفيما يخص الدعم للأشقاء في فلسطين. بالتأكيد. شكرا ضيفنا الكريم الأستاذ محمد عبد الناصر مدير تحرير جريدة الدستور، شرفتنا وقفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا.